هذا واجتمع معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بمدينة الرياض مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية شلمبرغر وإير برودكت وجي إكس بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة وتعزيز سبل التعاون مع مملكة البحرين في المشاريع النفطية والبيئية. وأشاد معالي وزير النفط بما تقوم به هذه الشركات العالمية في تزويد الخدمات الفنية والتقنية والتكنولوجية في هذا المجال الحيوي، وما قامت به الشركات من مشاريع متخصصة في هذا الشأن الرامي إلى تطوير المنتوجات من خلال تحويل الموارد الطبيعية إلى غاز منتج للطاقة والوقود والمواد الكيميائية. وخلال الاجتماع ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين أهم المواضيع النفطية ذات العلاقة وسبل تعزيز التعاون في تطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الحيوية الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا معاليه إلى أهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها مملكة البحرين في الشأن البيئي بهدف المحافظة على المناخ الذي بات من المهم على جميع دول العالم المضي نحو تأسيس العديد من المشاريع المعنية في المحافظة على تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاقية باريس للتغير المناخي. من جانبهم أعرب الرؤساء التنفيذيون عن جزيل الشكر والتقدير إلى معالي وزير النفط على حفاوة الاستقبال وما تم مناقشته من مواضيع مشتركة ذات العلاقة، مثمنين عاليا هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة طيبة لتعزيز التعاون مع مملكة البحرين في هذا الجانب التطويري. وبدور الهيئة الوطنية للنفط والغاز بقيادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في تطوير القطاع النفطي، مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات طموحة من خلال تدشين عدد من المشاريع النفطية التي سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد البحريني. كما والتقى معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عددا من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية البحرينية الذين قدموا لمعاليه الشباب الواعد المتخصص في شؤون البيئة، حيث ناقش معالي الوزير مع الشباب أهم القضايا العالمية في هذا الشأن وأهم المشاريع التي نفذتها مملكة البحرين الرامية إلى المحافظة على البيئة وتغير المناخ، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في محل عملهم وتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات مستقبلية تخدم الوطن.